سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة، وأيضا برحب بمشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي. دلوقتي تقدروا تشاهدونا أو تشاهدوا البرنامج على المباشر في صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك. أنا بشكر رب من أجلكم جميعا، وبصلي أنكم تكونوا جميعا بخير وسلامة من كل مرض ومن كل شر في اسم يسوع. خليني أقول لكم عن حلقة النهاردة اللي موضوعها هو الخوف. حلقة النهاردة موضوعها الخوف ومفهومه وأثره في حياة كل واحد مننا، وإزاي نتغلب على الخوف ده. في حلقة النهاردة هيكون في رسالة خاصة للعابرين عن الحياة مع المسيح بلا خوف، وعنوان حلقة النهاردة هو الخوف مصيدة الشيطان. وفي الحلقة دي هنناقش نمرة واحد، الخوف عبادة في الإسلام، ونمرة اتنين، مصيدة الخوف، وتلاتة، العابرين والخوف، وأربعة، كيف بقى نتغلب على الخوف. متابعي برنامج المرأة المسلمة عارفين اننا قدمنا لكم يعني على الاقل حلقة او اتنين في الموضوع ده، لكن كانت يعني من سنين، من عدة سنين، من كذا سنة، حتى مش فاكرة كم سنة. لكن خلوني احكي لكم انا ليه بتكلم في الموضوع ده النهاردة. الموضوع ده موضوع هام جدا، لانه بيأثر على حياتنا اليومية وعلاقتنا وفكرنا من ناحية الله. لكن أولا، الخوف من المفاهيم اللي كتير من الناس بتقبل وجوده في حياتهم ويفتكروا أنه أمر طبيعي. زي كده أحد المشاهدين اللي أول ما حطينا الإعلان على الصفحة على المرأة المسلمة كتب لي كده أنه الخوف غريزة من الغرائز الإنسانية اللي وضعها الله في الإنسان. طبعا ده مش حقيقي ابدا، ولا هو حقيقي. يعني مثلا من ناحية علم النفس بيقولوش ان الخوف غريزة، الخوف رد فعل لشيء اثر عليك عشان تخاف. ما هوش جزء من حياتك، انت بتختار انه يكون جزء من حياتك او لا، تتعلم انه يكون جزء من حياتك او لا، دي حاجة تانية. فالله كون الله يضع الخوف في حياة الإنسان، دي بقى مشكلة كبيرة جدا وهنتكلم عنها النهاردة. فطبعا كون إن الخوف غريزة بيضعها الله في الإنسان، ده مش حقيقي، وهنتكلم عن الأمر ده ليه. الأمر الثاني، إنه مؤخرا في حديثي مع كتير من العابرين والعابرات، والعابرين يعني إيه؟ العابرين اللي هم المؤمنين اللي كانوا مسلمين زي كده، وزي الأخت فرحة ومارينا وكتير من الناس اللي بيقدموا برامج على قناة الحياة، عابرين يعني من خلفية إسلامية وبقوا مسيحيين. كتير بقى من الإخوة والأخوات العابرين والعابرات دول اللي أخدوا خطوات كبيرة في حياتهم علشان يتبعوا المسيح، بلاقي انهم ما زالوا لم يتخطوا موضوع الخوف وهم بيتكلموا عن حياتهم، او هم بيشاركوا عن حياتهم، او يشاركوا او ما يشاركوش، او يعيشوا ازاي. كل ده بيدخل فيه موضوع الخوف. انا خايف مثلا، يقول لي اصل انا خايف على اهلي، اصل انا خايف من حد، اصل انا خايف من البلد. هنتكلم في الموضوع ده. فانا لما شفت انه الامر ده كتر قوي وبقى فيه كده عامل مشترك، فلما بلاقي ان فيه فكرة بتتكرر يعني على لمدة فترة طويلة قدامي كده، لازم اقف واسأل الرب اذا كان الامر ده يحتاج بحث او طرح مرة تانية. والحقيقة ان انا لقيت انه ده مهم ان احنا نتكلم فيه مرة تانية النهاردة، لانه لازم نفكر نفسنا بحقائق الله و نرفض أكاذيب الشيطان اللي بيضعها في حياتنا. والحاجة التانية، أنه من خلال حديثي مع العابرين والباحثين، الناس اللي أخدوا قرار والناس اللي لسه بيبحثوا، وجدت أنه أسئلتهم عن معرفة الله أو التعمق في معرفته والاستجابة لي بيعيقها الكثير من الخوف في أمور كتيرة. يعني واضح انه
ال يعني الفكرة الأولى إنه أنا عايزة أعرف عن المسيح بس أنا خايف، في حد بيتكلم هيراقب التليفون اللي بكلمك عليه، طب حد هيشوف الرسائل، طب أنتي بتكلميني على التليفون ولا بتكلميني على الهوا؟ أنا ما أقدرش أدخل أشارك على الهوا، أنا مش عايزة أسأل عشان محدش يعرف صوتي. فالمسألة فيها كتير من الخوف. أنا مقدرة جدا الناس اللي لسه يعني يا دوب خدوا خطوة بيبحثوا وبيسألوا، هم خارجين من خلفية كل الفكر المسيطر عليها خوف، وإنه أنت لو كسرت القالب تبقى عامل حاجة غلط وتبقى تستحق العقاب. لكن العابرين والعابرات عارفين إن هم أوريدي كسروا القالب، واللي شالهم في الطريق هو المسيح، فلازم نعدل الفكرة ونظبط نفسنا ونعرف يعني إذا كان في خوف في حياتنا فإحنا خايفين ليه. علشان أرد على أسئلتكم لازم أولا نزيل أو نشيل خالص موضوع الخوف من لغتنا وفكرنا، من يعني نفهمه صح ونتعامل معه صح. وهنا بقى بحب إن أنا أعلن لكم إعلان ليكم جميعا، أنا طالبة منكم طلب خاص، كل العابرين والعابرات اللي بيسمعوني النهاردة، كل إخواتي الباحثين والباحثات اللي عندهم أسئلة، أنا هخصص حلقات للرد على أسئلتكم. في ناس بتسألني يعني إيه أتبع المسيح، يعني إيه أعتنق المسيحية، طب أول خطوة إيه، طب أعمل إيه. اتكلمنا كتير في المواضيع دي لكن الكلام لا ينتهي والأفكار لا تنتهي وأسئلتكم لا تنتهي، فأنا محتاجة أني أسمع أسئلتكم بلغتكم أنتوا، زي ما ربنا حطها على قلبك او زي ما الفكرة بتجيلك اكتبها لنا. ولو عندك سؤال عن الحياة مع المسيح، لو عندك سؤال عن كيفية العلاقة بالله، او ازاي نتغير، ازاي نتعامل مع مشاكلنا مع العيلة والمجتمع، واي سؤال يخطر ببالكم في موضوع الحياة مع المسيح او فهم تطوير علاقتكم مع الله، اكتبولي، يا تكتبولي على صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك، ودلوقتي ممكن يحطها لكم على الشاشة، أو على رقم الواتساب اللي هيكون برضو على الشاشة واللي هو الرقم المفتوح ليكم دلوقتي. أي حد عنده سؤال يقدر يكلمني دلوقتي ونكتب الأسئلة ونحضرها لحلقات قادمة. هجمع لكم الأسئلة دي وهنرد عليكم في حلقات خاصة بيكم، نستضيف فيها عابرين ومختصين وناس يردوا على الأسئلة اللي بتشغلكم في العلاقة مع الله بصورة مبسطة ومفصلة، علشان يعني نبقى نفتح الباب لأنه الكتير منكم علاقته تتعمق بالله. علشان أقدم لكم فكرة النهاردة من الناحية الكتابية بقى، كان لازم أيضا أفهم إيه الخلفية الإسلامية للموضوع. كل ما بيقابلني مشكلة أو سؤال أو حاجة بحس إنها تكون ضغط روحي عليا، كل ما بتقابلني مشكلة وبقى مش فاهمة إيه المشكلة دي، يعني ليه أنا مش قادرة أفهم الموضوع ده، زي مثلا موضوع الخوف، على طول لازم أدور على الخلفية الإسلامية، لأن خلفيتي وخلفيتك الإسلامية اللي تربينا عليها واللي نشأنا عليها هي اللي بتسيب الرواسب الأساسية لبناء أي أفكار تانية في حياتنا، فلازم نصحح الأفكار دي ونغير المفاهيم. طبعا في آيات كتيرة جدا بتتكلم عن الخوف والرعب والإرهاب في القرآن، عارفين الآيات دي وبنتكلم عنها كتير. خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده، هتلاقوا فيه مثلا الآيات اللي بتتكلم عن الرعب، انا خدت بس لفظ الرعب بالذات. اوكي، لو بصينا كده للغة الآيات دي، مين المتكلم هنا؟ إله الإسلام اللي بيتكلم بصوته في القرآن، فبيقول لك كده: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. ده يعني أنا هلقي الرعب وأضربه لكم وأنتوا تضربوا فوق الأعناق، يعني في اشتراك بقى بين الله وأتباعه علشان خاطر يلقي الرعب ويحدث
اللي هو بقى بيقول عليه اللي وعدهم بيه انهم هيقتلوا او يصلبوا او تقطع اوصالهم او الكلام ده كله، الكلام ده كله لغة القرآن، لغة اله الاسلام. اوكي. وبعدين يقول وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون تقتلون وتأسرون فريقا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وهكذا في آيات كتيرة جدا. تعليقي على الآيات دي بقى، إنه إحنا قلنا إنه في آيات بتتكلم عن الرعب، وفي آيات بتتكلم عن الإرهاب. إذا كانت إله الإسلام هو الفاعل، هو الموصل الرئيسي لهذا الرعب أو الإرهاب أو الخوف، أو إذا كانوا أتباعه اللي بيسمعوا كلامه واللي بيؤمنوا بيه هم اللي بيوصلوا ده، فدي لغته. إحنا بنعرف منين شخص وفكر الإنسان إلا إذا كانت كلماته وأفكاره وتعبيراته هي اللي بتعبر عن قلبه. فاستخدام هذا الإله يعني لكلمات الرعب وإرهاب الناس هي اللي بتقول لك إنه شخص هذا الإله يريد أن يحدث هذا الرعب في حياتك. أوكي. وأنا عايز أقف هنا وأقول إنه حاشا أن تنسب إلى الرب الإله القدوس ملك الملوك يسوع المسيح هذه الجهالة. دي مش في شخصية الله. الله لا يريد أن يرعبك بالمرة، بل يريد أن يطمئنك، لا تخف لأني معك، لا تخف لأني كذا، أنا حصن ليك، أنا أمهد الطريق أمامك، أنا معك طول الأيام، أنا لا أهملك ولا أتركك. كل هذه الأمور والوعود دي هي لغة الله في الكتاب المقدس. ما يرعبش الناس علشان يتبعوا، مش دي لغته، ولكن هذه هي لغة القرآن. فالرواسب اللي احنا عشنا عليها انه هذا الاله يستطيع ان انه يعني يدخل ده في حياتك، وده يبقى عامل اساسي في حياتك. نشوف السلايد اللي بعد كده. الاية دي بتتكلم عن موضوع الخوف بالتحديد، فبيقول كده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. ده هو بيقرر كده، ده حاجة طبيعية في حياة الإنسان المسلم، بتتوقع إنك تبتلى من الله. هو بيقول كده خوف، هبتليك بالخوف أو جوع أو نقص من الأموال، وكل ده بيتحسب لك بقى. أنت تبتلى فتصبر فتحمد فتشكر، فيبقى إيه؟ يبقى تاخد ثواب. خليني اكرر تاني ان المهم هنا مش الموقف او الحكم اللي على الناس، لكن المتكلم. المتكلم بالرعب والخوف والابتلاء هو اله الاسلام. خلينا يعني اما يقولك انه الابتلاء من ايده انت لازم تشكر عليه، لانه ده يعني شيء كويس ليك علشان يعني يشيل من عنك خطايا عشان تدخل بالجنة إذا صبرت وكده. التجارب دي يعني الله لا يجرب بالشر، ده الفرق بقى. الكتاب المقدس بيتكلم عن إنه الله غير مجرب بالشرور، ما بيجربناش بالشر، الله لا يسبب الشر، لكن الخطية هي اللي بتجلبه. اتكلمنا عن الموضوع ده وفي برامج كتيرة يعني شرحنا فيها ده بالتفصيل. ده فرق مهم قوي عايزاكم بس تاخدوا بالكم منه، انه الفرق في شخصية اله الاسلام. خلينا نحط السلايد بتاع لنبلونكم ده مرة تانية. اوكي. هتشوف لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، دي لغته. اوكي. ادي ده لو انت سامع صوته، ادي صوت اله الاسلام. روح بقى للسلايد اللي بعدها والحقيقة الكتابية التي نستند عليها على محبة الله ويعني رحمته ووعوده. خلينا نشوف السلايد التاني من فضلك، اللي هو لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب. وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. الفرق بين إله الإسلام اللي بيقولك أنا هبتليك بالخوف،
هبتليك بالرعب، هبتليك بالنقص، هبتليك بالطاعون، يعني كون انه محمد نفسه يدعو الله انه الله يبتلي شعبه يموتوا بالطاعون او يموتوا بالطعن مثلا، كل دي افكار شريرة تدعو الى الموت، تدعو الى نهاية الحياة عن طريق الشر. لكن الله المحب اللي هو الله محبة بيقول لنا كده لا خوف في المحبة. يعني ايه؟ يعني لا خوف وانت في ايدين الله اللي هو مصدر المحبة كلها. بل المحبة الكاملة اللي الله لما انت تعيش معاه هيشيل من قلبك كل خوف، لانه مش عايز انك تكون متألم في حياتك وعايش بخوف. يقول كده الكتاب لان الخوف له عذاب، فمن خاف فلم يتكمل في المحبة. اللي يخاف يبقى ناقصه انه يعرف انه محمي في يعني داخل اسوار محبة الله. اسلوب الله لا يخيفك، لكن اسلوب الله يطمئنك. ده مش اسلوب الله، ده اسلوب الشيطان. اذا المتكلم بالرعب والخوف في القرآن وفي الصوت الإسلامي كله هتلاقيه صوت شيطاني يدعو إلى كل ما يخالف الله. خليني أرجع أقول بقى على موضوع غريزة الخوف دي. إحنا تعودنا إنه أخوف ابنك شوية علشان خاطر يعني ما يغلطش، نستخدم التخويف والترهيب وإحنا بنتعامل مثلاً مع الأطفال في المدارس، إذا ما عملتش كده هتاخد كام عصاية، إذا ما فيش أسلوب البناء، لكن في أسلوب التخويف. فبنزرع في الأطفال وتزرع فينا من صغرنا إن إحنا نبقى خايفين من الكل، خايفين من المستقبل، خايفين من بكرة، خايفين من المدرسة، خايفين من أهلنا، خايفين من بابا لما يجي يعمل كذا. لكن لو حطيت ده على الله مثلا، هتلاقي ان احنا في الاسلام كنا بنخاف لانه الله لا يؤمن، لا يؤتمن، ما نقدرش نآمن على نفسنا معاه، وهنشوف ده يعني بعد قليل. لكن خليني اوضح لكم فكرة ادم وحواء والله خلقنا ازاي في الاول. عارفين انه يعني في البداية لما الرب خلق ادم وحواء بيقول الكتاب كده انه خلقهم على شبهه ومثاله. النهارده كان في شخص بيتكلم معايا على الصفحه، انا اسفه، فانا بقول بتكلم عن شخص الله، فاعترض جدا ان انا بتكلم عن شخص الله، وقال ما تقوليش ان الله له شخص، يعني طب ما اقول انه الله ايه، يعني لماذا ترفض انه الله يكون اقدر اقول عليه انه له شخص وانه يتعامل معانا بصورة مباشرة وانه يحتضن اولاده وانه بيتكلم معانا؟ الفكر الاسلامي لا يقبل ده. لكن الدليل على كده موجود في الكتاب المقدس، انه لما الرب خلق ادم وحواء كان بيتكلم معاهم، كان بيتمشى معاهم، كان بيقول انا خلقت الانسان على شبهي ومثالي، ذكر وانثى خلقتهم على شبهي ومثالي الاثنين. ففي تشابه وبعدين قبل كده كان الكتاب بيقول انه كان في سلام بين آدم وحواء والرب. وبعدين جه الشيطان عمل ايه؟ راح لحواء وقال لها ايه؟ حقا قال الرب انه ما تاكلوش من شجر الجنة؟ خدعها. فقالت له لا، هو قال بس بتاكلوش من الشجرة دي وبس يعني. فالشيطان استخدم الخديعة، الغش، علشان يغش حواء. على طول المشهد اللي بعد كده نشوف ايه؟ نشوف ان ادم وحواء الاتنين مستخبيين وخايفين من الرب. فبيقول له انت يا ادم انت فين؟ قال له رب انا سمعت صوتك فخشيت. أول مرة نسمع أنه آدم بيقول أنا خفت، أنا خفت لأني عريان، لأني انكشفت، لأني عرفت الخطية.
الخوف أتى بعد دخول الخطية حياة الإنسان. فالخطية اللي في حياتك بتعريك أمام الله وتعريك أمام الناس وتخوفك لأنك عايش بذنب. لكن لما يكون المتكلم في حياتك الشيطان، فهو عايز يقولك إيه بقى؟ عايز يقولك أنه أنت دايما لازم تكون عايش في خوف. وحنشوف أنه من أساليب الإسلام المهمة جدا هي موضوع أنه الخوف عبادة في الإسلام. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده ونشوف إزاي الإسلام جعل الخوف عبادة. هي عبادة شيطانية ولكن ليست عبادة لله، لأنه المسيح الحياة معاه حرية. تفضلوا نشوف الفيديو. حديثي إليكم في هذه الدقائق حول عبادة عظيمة. يقول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بل قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لذلك كان إمام الخائفين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال: والله وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي ولا بكم، عليه الصلاة والسلام. وأتى صحابته ليحققوا هذا الأمر، يمكن 8-9 دقائق بتكلم فيه عن موضوع انه الخوف عبادة في الاسلام. الحقيقة انه يعني انا متأكدة انه كتير منكم ما يعرفش النقطة دي. من العبادات انك تبقى تخاف الله. في فرق بين انه الكتاب المقدس بيقول انه رأس الحكمة مخافة الله، فانه يكون في فهم لمكانك من الله، لقدرة الله وعظمته، لأنه الله قادر ويعني الله يعني كل الوجود الأزلي اللي هو الكتاب بيقول عنه الألف والياء. يعني لازم تبقى فاهم إنك بتتعامل مع خالق الكون، فده بيديك رهبة. ولكن لما تعرف انك ايضا تتعامل مع الله كابن، فما يبقاش خوف الرعب، يبقى في مخافة انه يعني كل العظمة دي، كل الاله الرائع العظيم ده بيحبني انا، فداني انا، بيتكلم معايا انا، بيتعامل معايا انا، بيصبر معايا عليا انا، وانا عارفة نفسي. المقابل هنا ان انا لما بقف امام الله انا ببقى عارفة ضعفي وخطيتي وأفكاري، لكني بقف برهبة أمام أبويا المحب اللي بيتحنن علي ويعلمني ويمسك إيدي خطوة خطوة، فأنا مش خايفة منه، أنا مش مرعوبة منه. لكن إني أخاف الله في الإسلام عندما يكون هذا الخوف الرهيب اللي بيرعبك من إله الإسلام ده نوع من العبادة. المسألة يعني الحقيقة مخيفة جدا. فانت ممكن تقول طب ما هو الخوف في الاسلام مشابه للخوف اللي انت بتتكلمي عنه. هختلف معاك، لانه اللغة اللي استخدمها محمد نفسه كانت لغة بتتكلم عن خوف رعب. اوكي، فمحمد نفسه بيقول: والله ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. كان مرعوب، انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي ولا اللي هيحصل لكم. عندما يكون رسول هذا الإله لا يأمن هو نفسه، في مشكلة كبيرة. إذن ده خوف من المستقبل اللي مش مضمون حتى لرسول الإسلام. لما يرتعب أبو بكر وهو بيتكلم ويقول أنا لا آمن شر ربي، عندما يتكلم أتباع هذا الإله عن إله عرفوه فيقولون أنهم لا يأمنون شر هذا الإله. هم عارفينه، اختبروه، وكان الباقي والناتج هو شر. فدايما بنشوف الثمار في حياة الأتباع. اتكلم عن عمر واتكلم عن عثمان. عثمان كان واقف بيقول ايه، بيبقى واقف بيعيط بيبكي قدام القبر، فبيقولوا له انت بتبكي ليه؟ فقال لهم اصل ده اول يعني منازل الاخرة،
ما هو بقى في تعذيب وفي ملائكة وفي أسئلة وفي قبضة وضمة القبر وفي هذا الدين قدم أدوات هذا الإله ترعب الإنسان. فالتبعية بالرعب غير الاتباع لمحبة الله، وبيتكلم عنها إنها عبادة عظيمة من العبادات الموجودة في الإسلام. وبيعيدهم بقى، يعني شوفوا موضوع إنه عندما يتكلم عن لمن خاف مقام ربي جنتان وكده، وبيتكلم عن الخوف من الله واللي بيقدمه لهم هذا الإله، في أسلوب التهديد اللي يعني مثلا واحد يتكلم مع مراته يقول لها يعني أنا لو ما جيتش لقيت البيت ده مترتب مش عارف ايه وكله على سنجة 10 مش هيحصل كويس، لكن لو جيت لقيته مترتب يمكن اخرجك النهاردة. ما هو لو انا جيت لقيته مترتب يمكن اخرجك النهاردة، في تحتها تهديد، لو مش مترتب بقى هتشوفي. الكتاب المقدس ما بيكلمناش عن تهديد الله لينا ابدا، ولكن بيكلمنا عن دعوة الله بالسلام لينا والحق والصلاح والبر وكل حاجة. والله بيتكلم عن انه اللي مش ليس خلاص الا بيسوع المسيح. لو مفيش يسوع المسيح في حياتك مفيش خلاص في حياتك، وهيكون في نهاية وفي حكم لله وفي قضاء الله، يعني هتقف امام الله، لكن مش بتهديد. الواقع بيقول كده. ومسألة بقى البيع والشراء، انه سلعة الله غالية وانه سلعة الله هي الجنة، وفي حاجة بنبيعها وبنشتريها بس بالتهديد برضو. في اشياء مخيفة تجبرك على انك تبقى قاعد دايما مرتعب امام هذا الاله. في فرق بين مخافة الله واللي هي بتقول لك انا شايف قدر عظمة الله، والخوف والرعب وعدم الأمان، وكلمة لا أمن شر ربي. إزاي يمكن أن يعبد الله بالخوف؟ خليني أقول لكم تعريف العبادة. بيقول كده إنه العبادة دي اسم لجميع ما أمر به الله ونهى عنه الله. يعني الله أمر بالخوف، بيقول لك جميع. أوكي؟ سو الله أمر بإنك تخافه عشان تبقى يعني يحس انه هو قوي الشخصية وله تأثير. وانه العبادة اسم جامع لكل ما يرضاه الله من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. فكيف يرضى الله ان يعبد بالخوف وان يرسل نبي لينصر بالرعب؟ احنا هنا بنتكلم عن شخص مختلف عن الله الحقيقي تماما. مش كل اللي قالوه لينا لازم نصدقه ونسلم بيه. عايزة اقول لكم حاجة، يعني الشخص اللي كان بيقول لي النهاردة ده ما تقوليش شخص الله، هو اتعود على كده، هو اتبرمج على كده. ما تتكلميش عن الله كأنه شخص، ما تستخدميش مفردات بنستخدمها للبشر وتستخدميها لله. انا عارفة ان الله مختلف عن البشر، انا عارفة ان الله اعظم من البشر، انا عارفة انه الله مكانته ما اقدرش حتى عقلي يستوعبها كلها، ولكن الله لا يتنزه. هم قالوا لك كده علشان ينزهوا انه الله ممكن يظهر في صورة بشر. مش كل حاجة قالوها لنا كانت صح، لكن كل حاجة خططها الشيطان في هذا الفكر هي عشان تبعدنا عن فكرة وجود المسيح في حياتنا، وانه المسيح ممكن يكون مصدر الخلاص. اوكي، خليني اخد مكالمة. طيب معنا ابو خالد من السودان، اهلا بيك. الو، سلام المسيح اخي، اهلا بيك ابو خالد. استاذ اماني مصطفى، كيف الاحوال؟ نشكر الرب، اهلا بيك. اسمي بالكامل اهو، اتفضل يا خالد. كيف الاحوال؟ انا كويسة يا خالد، اطفي التلفزيون عشان اقدر اسمعك.
سلام ونعمة. سلام ونعمة وبركة ليك أخونا، أهلا بيك. عايزينك تصلي لينا، صلي من أجلنا. أمين. قولي إيه اللي على قلبك النهاردة في اسم يسوع ونصلي سوا. فرح وسعادة، الفرح هو فرح المسيح. وسعادة، أمين. عايزين تصلي لينا. أمين. نصلي من أجل الإخوة في السودان العابرين والإخوة المسيحيين وإخواتنا اللي محتاجين الرب. صلي معايا يا خالد. يا رب احنا بنشكرك من أجل أمانتك، بنشكرك لأنك أنت يا رب مصدر الفرح والسعادة واكتمال كل شيء في حياتنا. يا رب بنأتي أمامك بنرفع إخواتنا في السودان، بنسألك يا رب أنه أنت تحفظهم من كل شر، وانك تحفظهم من كل مرض، آمين. وانك ترفع محنة الفيروس اللي موجود دلوقتي في العالم عنهم بالكامل، وانه انت يا رب آمين. تكمل آمين. كل احتياجاتهم. لكن اسألك يا رب انه آمين. انت تظهر حقك ومجدك على ارض السودان، وانه يأتي من آمين. شعب السودان افواج من المؤمنين يمجدوا اسمك ويكملوا الرسالة في آمين. اسم يسوع. استخدم اخويا خالد آمين. وعيلته في آمين. اسم يسوع لمجد اسمك، كل وكل بركة ليهم في اسم يسوع. امين. آمين آمين. امين يا خالد، انا شكرا. بشكرك على اتصالك، و يعني يسعدني دايما انكم تتصلوا ونصلي من اجلكم على الهوا علشان الاخوة كلهم يشتركوا في ده. الرب يباركك يا خالد. آمين انت عابر طبعا مش كده؟ آمين. نعم، بقالك قد ايه عابر يا خالد؟ 10 سنوات. مجد للرب، مجد للرب، ده حاجة رائعة جدا. آمين. طيب انت يعني تقدر تقول لي فكرتك عن موضوع الخوف اتغيرت ازاي بعد المسيح؟ لا، الحمد لله، واحد عايش في سعادة وفرح وأمان. المجد للرب. امين. آمين. طيب اخويا الرب يباركك، اشكرك، شكرا. طيب خليني اكمل النقطة اللي بعد كده. عايز اشوف السلايد اللي بعد كده. فكرة انه يعني صوت الله، و زي ما اتكلمنا كده عن القرآن، صوت الله ونية المتكلم وافكاره هي اللي بتديلك خوف او تديلك يعني امان، تديلك ثقة او تديلك رعب دائم. فخليني يعني ابص كده على بعض ايات من الكتاب المقدس. لو حطيت الخوف، الامان، لو حطيت وعود الله، هتلاقي عدد لا حصر ليها من ايات بصوت الله او بصوت مثلا الملك داوود او بصوت المسيح بيتكلم فيها عن يعني فكر الانسان عن الله وفكر الله او اللي بيقوله لنا الله عن ازاي نعيش معاه. المزمور 23 بيقول كده: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائده تجاه مضايقي، مسحت بالدهن راسي كاسي ريا. دي خبره المؤمن اللي بيعيش مع الله، بيشوف ازاي ربنا بيتعامل معاه في حياته. دي خبره داود على فكره، هو عاش ده مع الله فقرره وقال انا رب بفتكر انه انا لو كنت حتى في وادي ظل الموت فأنا لا أخاف شيئا لأنك أنت معي، لأني شفتك، لأني عشت ده معاك، لأنك أنقذتني، لأنك أعطتني. ده وعد الله ليك النهاردة على فكرة. لو في شيء مخوفك اعرف أن الله الحقيقي عايز يحتويك كده. بص كده بنقول إيه: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، إن نزل علي جيشا لا يخاف قلبي، وإن قامت علي حرب في ذلك أنا مطمئن. برضو دي خبرة الملك داود، دي خبرته في الحياة مع الله، مش بس حماه هو، لا ده حما الجيوش اللي كانت تحت إيده كمان. الحياة مع الله والعلاقة الدائمة مع الله بتدي لك تمرين روحي. فأنا دايما كنت بقول كده للمؤمنين، يعني أما تيجي التجربة الصعبة، التجربة دايما من الشرير، الشيء اللي بيخوفك دايما بيبقى من الشرير اللي هو من الشيطان يعني.
لما تيجي التجربة الصعبة، لما تفتكر عمل الله في حياتك، ها، فتفضل منتظر كده امتى ربنا هيحط ايده ويشيل عنك، يرفع عنك التجربة دي، فتشوف عظمته ومجده. الشيطان يزرع عشان يخوفك، والله يرفع الألم علشان يمجد اسمه في حياتك. خليني أخد مكالمة الأخ عبد الرحمن من المغرب. سلام المسيح معاك أخويا، أهلا بيك. عليكم السلام، لاباس عليكم، كل شيء بخير. بخير نشكر الرب، أهلا بيك، اتفضل. الله يبارك فيك. عندي سؤال. لما تتكلمون عن الله والشيطان، نعم فأي إله تقصدون؟ هل هو المسيح في حد ذاته أم الله عز وجل الذي نعبده جميعا؟ طيب ده سؤال كويس. طيب عبد الرحمن، انت بقالك قد ايه بتتفرج على البرنامج؟ من أول يعني شفت هذه الدقائق الأخيرة، نعم؟ وأنا منك أنا شفت الدقائق الأخيرة. اوكي، الحلقة دي يعني تقصد. اوكي alright، فهمت. الحلقة تتكلم عن مكائد الشيطان. نعم، هي الحلقة عنوانها الخوف هو مصيدة الشيطان. نعم اوكي. بص يا عبد الرحمن، سؤالك انت عايز تقول لي يعني انه احنا بنتكلم عن المسيح. انا بسمع صوتي تاني بيرجع، يا ريت تقفل التلفزيون اللي جنبك. لا لا، ما عنديش، لا ما كاينش التلفزيون، طيب هذا غير اوكي، المشكل ديال لا. يبقى من عندنا. اوكي، الفرق هنا ان يعني الفكرة البسيطة اللي انا عايزة اقدمها النهاردة، انه صوت المتكلم في القرآن بيعبر عن شخصه، وصوت المتكلم في الكتاب المقدس بيعبر عن شخصه. وعندما اقول الله، ها، او الرب الاله في الكتاب المقدس، فهم شخصيتين مختلف، شخص مختلف تماما عن شخص الاله اللي بيتكلم عنه القرآن. لانه شنو الفرق؟ فرق كبير قوي، وعملت عليه حلقات كتيرة خالص، لكن الفرق الاهم في انه الاله القدوس لا يمكن انه يستخدم ادوات الشر علشان تبقى جزء من تعامله مع اولاده ابنائه. اوكي، واقدر بعد كده بعد الحلقة يمكن اشرح لك ده، ويبقى ده جزء من، انا هكتب سؤالك ويبقى جزء من الحلقات اللي هنقدمها للعابرين والباحثين. اوكي، فانا بتكلم عن اله قدوس يا عبد الرحمن في الكتاب المقدس، بتكلم عن اله قدوس لا يقبل الخطية، لا يقبل الظلمة، لا يقبل انه يكون ينسب اليه شيء فيه خطية او شر. يعني نفس الإله أشكرك الذي يا عبد يتكلم الرحمن. عنه عندك القرآن، سؤال تاني؟ قلت لك أن هو نفس الإله الذي يتكلم عنه القرآن لا، هو ليس نفس الإله الذي بالمرة. لا، هو من ليس خلال نفس يعني من الإله. خلال الكلام يعني من خلال الكلام الذي ذكرتم أنه في كتاب الإنجيل أنه يتم ذكر الإله بصفة مقدسة أكثر من القرآن الذي هو فيه شر. أن القرآن، أن الكلام الذي فيه في القرآن هو فيه شر. نعم بالضبط. أريد غير وجه، أريد وجه من الأوجه التي يذكرها الله فيها شر طيب اقول لك كمثال. مثلا، يا ريت تحط لي السلايد بتاع اللي هو السلايد الثاني، السلايد بتاع الرعب، فهتشوف تلاقي كده انه بيقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله. اوكي، هنا يتكلم الله عز وجل في الحرب، ولا يتكلم لا 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 في لا السلم. لا 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 يتكلم لا، الله عز معلش وجل معلش في الحرب. عبد الرحمن، انا ما عنديش وقت اقعد ادخل في جدل. لا لا اوكي لا، تقدر تجيب يعني التفسير وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده، لكن ده هناك حاجة عدة عامة تفاسير. بما اشركوا بالله. لا لا، هنا يتكلم الله عز وجل عن الحرب، لا ولا لا لا، يتكلم مش عن عن السلم. الحرب بس، نبقى لا، روح راجع يتكلم عن الحرب. التفسيرات. المهم جميع التفاسير، انت جميع التفاسير معلش تذكر حرب. ما تقوليش جميع هذا لا التفاسير تذكره وهي مش أبدا. قدامي، نحطها قدامك وبعدين تقول لي جميع كده. التفاسير أذكر، أقول لك انا تفسير مش ابن سامعة كثير، كويس تفسير الطبري. يعني. لا عبد الرحمن معلش، انا اسفة، ما عنديش وقت اقعد اتناقش في الموضوع ده أوكي دلوقتي، احنا قدمناه في حلقات كتيرة.
اوكي، ده اوكي انت شايف عندك 4 ايات فقط انا استخدمتهم. اوكي، يعني ولكن ما تستدلون به من القرآن فهو خطأ، يعني ما ده رأيك، تعملون القواعد. لكن رأيك الشخصي اللي لا 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 حضرتك لا، ده بتقدمه. ليس رأيي شخصي، لا معلش ليس رأيي شخصي، وإنما أكمل حقيقة كلامي بقى، وحقيقة. هكمل كلامي عشان لازم أكمل فكرة البرنامج. ليه ده رأيك الشخصي؟ لأنه أنت عندك، يعني أنت عايز تشوف أنه هذا الإله لا يمكن يكون فيه شر. أوكي، في وقت الحرب أو في وقت السلم استخدام أداة شر بيد الله لا يصلح، ما ينفعش، لأنه ينسب إليه شر إذا كان في وقت حرب أو في وقت سلم. وأنا يعني خدت 3 4 آيات، لو أنت حطيت آيات الرعب والقتل والخوف والقتال هتلاقيها كتير قوي، بس مش دي نقطتي. يعني في أمور كتيرة، مش بس آيات الرعب والكلام ده، لكن شخص الله نفسه، إنه يكون ماكر، إنه يكون قهار، إنه يكون جبار، إنه يكون متكبر، كل دي حاجات ليست فيها قداسة بالمرة. خليني أكمل، بشكرك على اتصالك. أوكي، في مقولة لشكسبير بيقول كده: نحن مع مرور الوقت نكره ما نخاف. الحاجة اللي بنخاف منها من طول ما نبقى عايشين خايفين منها بنكرهها. فإذا فضلت، علشان كده دي حاجة حقيقية فعلا، حطها في حياتك كده، واحدة عايشة مع راجل خايفة منه طول عمرها، في الآخر بتكرهه، بتزهق منه. علشان كده الخوف هو مصيدة الشيطان. بيقول كده أرسطو، بيقول إنه البشر يحكمون بالخوف أكتر من المهابة. إذا خوفت حد تقدر تحكمه، لأنه دايما هيبقى متوقع منك الشر. وأرسطو برضو بيقول كده إنه الخوف ألم نابع من توقع الشر. دايما عندنا يعني ال 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 إني أخاف هذا الإله لأني مش عارفة اللي هيعمله بكرة، ده بيعيشني في خوف مستمر. معنى من معاني الخوف كده بتقول إنه الخوف شعور مؤلم ومؤرق نابع عن تهديد ما بالشر أو الألم. بينتج عن هذا الخوف تغييرات فسيولوجية، مش بس تغييرات نفسية، ده ممكن يعني العقل يحصل فيه حاجة، الجينات يحصل فيها حاجة من كتر الخوف. علشان كده الخوف هي أداة الشيطان اللي بيصطاد بيها مشاعرك وأفكارك. ليه أنا اخترت كلمة مصيدة؟ الكتاب المقدس بيقول إنه الشيطان بينصب فخاخ للإنسان علشان يبعدك عن الله. لكن الكتاب المقدس بقى بيقول إنه لما بعمل المسيح وقبولك للحياة مع المسيح ومعرفتك أنت عايش مع مين وفهمك لخطط الشيطان، بيقول كده الكتاب إنه الفخ انكسر ونحن انفلتنا. فموضوع الخوف وفخاخ الشيطان ليس ليها سلطان علينا النهاردة. خلينا نشوف السلايد اللي بيتكلم عن عينين الرب اللي بترانا في كل مكان. لاني عايزاك النهاردة وانت يعني بتشوف الايات اللي مكتوبة امامك دي، بيقول كده الكتاب في رسالة بطرس الاولى، بيقول: لان عيني الرب على الابرار واذناه الى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. الله ما ينفعش يوافق على الشر. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. إن لم تأخذوا إذ لم تأخذوا روح العبودية، دي رسالة روميا أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. يعني النقطة دي أنا عايز أتكلم فيها وإحنا بنبتدي نتكلم عن موضوع العابرين والخوف. العابرين بيعانوا من أمور كتيرة بتخوفهم، لكن المهم إنك تتعرف على مخاوفك وتتغلب عليها، مش علشان تتعرف عليها وتعيشها، لأنه في مفهوم كده إن أنا أعرف، يعني المفهوم في السايكولوجي ساعات بيقولوا كده انه لو تعرفت على مخاوفك انت تقدر تحاربها وتقتدر عليها وكلام من ده. المسألة مش كده خالص. لما تعرف انت خايف من ايه
وتعرف ان الخوف مصدره الشيطان، تقدر تحدد الخوف ده بالنسبة لك في يعني مثلا انت خايف علشان مش واثق في الله انه يقدر يحميك، انت خايف علشان مش عايز تتأذي، خايف على نفسك لانه نفسك بقت اهم من اللي ربنا عايزك تعمله في الموقف ده. يعني افهم انت خايف من ايه، واعرف الحقيقة فيها ايه. هل دي مخاوف حقيقية ولا لا؟ معظم الوقت مخاوفنا مش حقيقية. النقطة الثانية انك تعرف عدوك، ان الشيطان دائما عايز ينصب ليك فخ. والنقطة الثالثة انك تتخلص من الافكار القديمة، زي كده انسف حمامك القديم، فكل الافكار الاسلامية تنسفها، تضعها امام الله وتقول يا رب غيرها، غيرني، فهمني الفكرة دي لا تناسب شخصك، علمني الحق فين، لانك انت الطريق والحق والحياة. في مقولة لنجيب محفوظ بيقول كده: لا تخف، انه الخوف لا يمنع من الموت ولكن يمنع من الحياة. انه الخوف لا يمنع من الموت ولكنه يمنع من الحياة. الانسان الخايف دائما بيحسب حسابات ازاي هيعيش الخطوة اللي جاية، فيمنع نفسه من انه يعيش الحياة. خليني اقول لكم الحاجات اللي بسمعها من العابرين اللي ينطبق عليها التعبير بتاع نجيب محفوظ ده، انه الخوف لما يمتلكنا ما يمنعناش من ان احنا نموت او اننا نقع في المشاكل، بل بالعكس يمنعك من انك تعيش الحياة اللي ربنا عايزك تعيشها فتاخد البركات. العابرين دايما بيقولوا ايه؟ مثلا انا خايف من اهلي. فموضوع الاهل مثلا، خلينا نحط السلايد اللي جاي. موضوع الاهل ده موضوع كبير بالنسبة لنا ومهم، لانه العابر لما بيجي بيبقى عايز ما يخسرش اهله، بيبقى عارف انه يمكن نفسه اهله يعرفوا المسيح، لكن الصدمة الاولانية بتبقى انه الاهل بيرفضونا. في ناس اهلها بيقبلوها بعد كده، وفي ناس اهلها بتآمن، وفي ناس لا. انا في بعض ناس من اهلي امنوا، وفي الكثيرين من اهلي مش مؤمنين ورافضين ان هم يتعاملوا معي. في ناس بتبقى خايفة من الفضيحة، فبتبقى يقولك انا مثلا مش عايزة افضح اهلي، مش عايزة اذيهم، مش عايزة اضايقهم. دي مشاعر كلها كويسة، لكن الواقع بيقول كده، انه الكتاب بيقول انه هيحصل تفرقة بيننا وبين اهلنا، انه هنفقد اهل وهنفقد ابناء ممكن تفقد زوجة، ممكن تفقد ام، ممكن تفقد ممتلكات. اللي هيخسر ده كله من اجل اسمي، الكتاب بيقول كده، ربنا بيعوضك، مش كده؟ فالمفروض ان احنا نوزن الامر ده. انت خايف من انك تفقد اهلك، وانت خايفة من انك تفضحي اهلك، او انت خايفة على مشاعرهم. لازم تسألي الرب: يا رب انت عايز تستخدم حياتي ازاي؟ في انجيل مرقس كده، الرب وهو شايف التلاميذ وهم خايفين ومضطربين قال لهم: ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا ايمان لكم؟ ازاي انتم مشيتوا معايا وعارفيني وعارفكم وعشتوا معايا وما تعرفوش ان انا اقدر اصلح المكسور، او ان انا اقدر اوقف عاصفة، او ان انا اقدر انقذ المركب من الغرق؟ الرب موجود في كل ظروفك، فما تحطش أهلك وأهلي أعلى من الرب. أنت مش مسؤول عن الفضيحة، وأنت مش مسؤول عن الفضيحة، لأن الاختيار اللي أنت عملته مش فضيحة. هما يمكن الأهل بيقولوا لنا كده، لكن آن الأوان إن إحنا كعابرين، ملايين مننا في العالم كله النهاردة، آن الأوان إنكم تعرفوا إنه معرفتكم المسيح مش فضيحة، وإنه دي حاجة بتفضحش أهلكم، ده اختياركم أنتم، اللي اهله بيتبروا منه، واللي اهله بيصبروا عليه، واللي اهله كمان بيحاولوا يعني يجبروه انه ما يتكلمش. لو ما اتكلمتش امورك هتمشي، هنسيبك لو ما اتكلمتش، او ممكن نستقبلك لو ما اتكلمتش. مش دي مهمتك. عندما نأتي للمسيح فاحنا لينا دعوة، الله عايز يستخدمك، لا تستسلم لأكاذيب الشيطان، دي مش مسؤوليتك.
الخوف من المجتمع، المجتمع أيضا مش مسؤوليتك. لكن في المجتمع والبلد والقانون والتهديد بالموت والكلام ده كله، احنا بنبقى خايفين من اللي هيحصل، من العواقب اللي هتحصل لنا. اوكي، المجتمع في ناس تستطيع ان هم يأذونا، والبلد ممكن تأذينا، والقانون ممكن يطبق علينا بطرق مختلفة. اذا كنت في بلد تطبق الشريعة او بلد ما تطبقش الشريعة ممكن يحصل انك تضطهد. لكن المسألة ان احنا لازم نفتكر انه عندما تبعت المسيح فانت عارف انه هناك صليب يحمل، وهناك تبع للامر ده. محدش قال انك هتيجي للمسيح وتعيش حياة وردية، دي مش حقيقة، لان الشيطان هيهاجمك. الشيطان بيهاجمك لان الله هيستخدمك. فانت قدامك حل من الاتنين، اما انك تقبل استخدام الله ليك وانك تقول يا رب انا عايز استخدم لمجد اسمك، او انك تفضل خايف فتفضل عايش في قوقعة ولا تنمو في الايمان ولا ترى مجد الله في حياتك. لما الخوف بيجي من مشكلة لازم نفتكر ان الله هو اللي هيطلعك من المشكلة، يقدر ينقذك من المجتمع. زي الفتية اللي رفضوا ان هم يسجدوا للتمثال اللي عمله الملك وقالوا له لا، فقال لهم هنلقيكم في اتون النار، وفعلا شالوهم وحطوهم في اتون النار المحمى، الفتية الثلاثة. فبصوا كده لقوا انه في رابع ماشي معاهم اللي هو المسيح، وخرجوا وهم ريحة هدومهم حتى ما اتغيرتش من النار. العالم المعجزة دي رآها العالم، هم كمان شافوها. فالرب عايز يستخدمك في معجزات زي كده، زي ما استخدم الإخوة اللي قبل كده في الكنيسة الأولى. حتى الموت كانوا الناس بيشوفوا ده بيحصل وبيؤمنوا بالمسيح. حتى الموت كانوا بيشهدوا، زي ما استفانوس شهد بكل أمانة لحد آخر نفس. فأنت عليك أنك تختار، المسألة فيها اختيار. التهديد بالموت ده تهديد شيطاني، لا يستطيع أحد أنه يمد إيده عليك بأذى أبدا، إلا إذا سمح الله، إلا إذا خلص وقتك، إلا إذا انتهت رسالتك. ليه ده مش في فكرنا أولا؟ طبعا إحنا يعني العابرين والعابرات دايما في مراحل، والمؤمنين المسيحيين اللي بيسمعوني النهاردة لازم نفتكر انه رسالتنا الاولى هي توصيل كلمة الله للعالم، دي رسالتك الاولى. العدو بقى بنتائج الخوف اللي هي يعني ايه، الخوف دايما او الشيطان دايما يحطك بين الحقيقة والاكاذيب كده، فيدي لك حاجة يقول لك ما يعني برضو تحترم أهلك وإكرم أباك وأمك، ما هو برضو يعني المفروض أنك ما تكسرش قلبهم وكلام الكلام ده كله. لكن إذا كان يعني شهادتك للمسيح ستنتج إيمان في حياتهم في المستقبل وإنت ما شهدتش، يبقى ده مش إكرام للأب والأم، يبقى ده حرمان ليهم من أن هم يعرفوا الحقيقة. ففرق بين الحقيقة والكذب. لما العدو يجيب لك خوف في حياتك، الخوف بيحجب البركة، تخاف فما تقدرش تاخد البركة اللي ربنا عايزها لك لو قطعته، لو سمعت صوته، لو مشيت الطريق معاه، اللي هو الرب اللي بيقول أنا الطريق أمامك أمهد. فأنا أقول له لا يا رب أنا خايف أمشي الطريق ده، مش هقدر أتكلم، فتروح منك البركة بتاعت انه ربنا عايز يستخدمك وينميك. يعني لازم نرفض موضوع الخوف في حياتنا، لانه بيشيل منك الفرصة لانه مثلا تكون عندك علاقات انسانية توصل الناس اللي حواليك لمعرفة المسيح، ومنه اولهم اهلك على فكرة ومجتمعك والناس اللي حواليك. أخاف أتكلم لحسن الناس تعرف أن أنا دلوقتي مسيحي. حتى الناس اللي عايشين في الغرب المؤمنين ساعات بيخافوا يتكلموا. الشيطان لما يجيب الخوف عايز يبدل حرية الله بالخوف، لأنه لما تخاف مش هتقدر
تاخد كل الحرية اللي ربنا عايزك تعيشها. اعتمادك على الله اللي فيه ثقة في عمل الله في حياتك، ده بينتج حرية كاملة بالروح، تقدر تتكلم، تقدر تشارك، تقدر تصلي من أجل حد حواليك، لأنك عارف إن الحرية دي مصدرها المسيح. الشيطان أيضا ممكن يحجب الحياة الأبدية بالخوف، لأنك خايف تقرأ، اللي بيسمعونا الباحثين، خايف تقرأ، خايف تسمع، خايف تسأل أسئلة عن حاجة ربنا بيعلم لك عليها، بيقول لك الكلام اللي موجود في القرآن ده غلط، ده مش أنا، ده مش صوتي، فافتح الكتاب المقدس واقرأ، فتخاف لأنه قالوا لك إنه ده غلط، وإنه في رعب من إله الإسلام إنك تعمل كده، فتروح منك الحياة الأبدية. بحذركم لا تتركوا الفرصة لأن المسيح يغير حياتك. الخوف يمنعك من أنك تتغير حسب قلب الله، لأنه حسب قلب الله حرية كبيرة، ويمنعك أنك تعيش أسلوب حياة يكون في شهادة للي حواليك، فتروح منك كل البركات. يمنعك أنك تكون شهادة لعمل الله، وده دورك الرئيسي. ما يعني ما تسيبش نفسك للخوف. قول كده معايا النهاردة، ازاي نتغلب على الخوف؟ نفتكر انه في امور مهمة قوي. نفتكر اولا احنا بنتبع مين، قوته ايه. الله يسوع المسيح اللي ساب السماء بحالها عشان يجي ينقذك وينقذني، هو نفس الاله اللي ماشي امامك، هو اللي انقذك امبارح، هو اللي ادالك امبارح، هو اللي غطاك امبارح، هو اللي عمل معجزات في حياتك، يقدر ينقذك دلوقتي. لازم نفهم وننمو مع الله، لازم نفهم كلام الله وفكره ونصدقه، لازم يكون عندنا وقت في قضاء فهم كلمة الله ودراستها، واننا نقول له يا رب فهمنا، عمق الفهم الروحي في حياتنا عشان اعرف انت مين واتبعك ازاي. يا رب احنا بنصلي امامك في اسم يسوع، بصلي من اجل كل اخواتي الماثلين امامك في اسم يسوع، تنكسر روح الخوف في حياة العابرين والعابرات في اسم يسوع المسيح. ليس للخوف سلطان بعد اليوم على حياة اي عابر او عابرة، مؤمن باسمك يا رب، انسان يجاهر باسم يسوع المسيح لمجد يسوع المسيح فقط. بنقول لك يا رب انت وحدك مصدر كل راحة، مصدر كل سلام في اسم يسوع. بدل روح الخوف تأتي روحك انت يا رب بالسلام، بالحق، بالحرية، لانه انت الطريق والحق والحياة. ونشكرك على نعمة الحرية فيك في اسم يسوع. اصلي اشكركم احبائي، والى اللقاء في حلقات قادمة من المرأة المسلمة. الى اللقاء.